مساء الخير. شهر رمضان على الأبواب. صحيح رمضان هذه السنة غير عن كل السنوات، مختلف عن اللي تعودنا عليه. المسلمين كلهم بيعيشون رمضان مختلف. خلنا نخليه فعلا مختلف بالعبادات الخاصة وبالإنجازات الإنسانية، بالاهتمام بالغير والإحساس فعلا بحاجة الآخر ومساعدته. خلي يكون فرصة في التغيير والتعبير، وندعي الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الوباء والبلاء ويحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. حياكم الله في الرأي. أعلن المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية بعقد جلسة تحري هلال رمضان من قبل هيئة الرؤية الشرعية يوم غد الأربعاء. تفاصيل أكثر مشاهدينا راح نعرفها من خلال هذه المداخلة الهاتفية مع فضيلة الشيخ الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح، وكيل محكمة التمييز. مساء الخير دكتور. مساء النور، حياك الله. عليكم أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا فيك فضيلة الشيخ. يعني لو نتعرف عن يعني استعداداتكم لجلسة تحري هلال شهر رمضان المبارك يوم غد، وشنو هي كذلك الإجراءات اللي راح تتخذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة في بداية الأمر يعني شدني يعني الملاحظة التي تفضلت بها، ويعني الموضوع اللي هو سيكون رمضان هذه السنة رمضان مختلف عن بقية الرمضانات. فعلا يعني هذا الرمضان ممكن أن يستغل، يعني وجود العائلة في البيت الواحد مع الأخذ بالشروط الاحترازية وغيرها هو فرصة ومدعاة للتقارب والتسامح والتغافر، وأيضا التقارب واستغلال الوقت فيما هو مفيد من صيام وقيام وقراءة قرآن، ومن يعني مواعظ بسيطة يعني يتعاطاها الناس في بيوتهم في حدود العدد القليل وليس العدد الكبير. ففعلا رمضان ممكن أن يستغل بهذا الاستغلال الأمثل. أجدني أيضا في بداية حديثي يعني على أعتاب هذا الشهر، شهر فضيل، شهر مبارك، أجدني يعني مشدودا وملزما أن نهنئ قيادتنا ممثلة في جلالة الملك البلال حفظه الله ورعاه، وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، على والأمة وشعب البحرين والأمة العربية والإسلامية بقرب حلول هذا الشهر الفضيل، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون إن شاء الله شهر مبارك يحل فيه علينا الأمن والأمان والسلام والصحة والعافية، ويحفظ الجميع وبلاد المسلمين والناس أجمعين، ويبعد هذا الوباء ويبعد هذا البلاء عن الجميع إن شاء الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بالسؤال الذي تفضلت به، حقيقة يعني الإجراءات التي نتبعها هو أنه يعني بحسب ما جرت عليه العادة وكما هو الهدي النبوي الشريف، فإن هيئة الرؤية الشرعية تنعقد عادة برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وبحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومعالي المستشار عبد الله البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وأيضا بحضور عدد من أصحاب الفضيلة قضاة الشرع. تجتمع هذه الهيئة عادة في يوم 29 ليلة 30 للتباحث والتدارس وتلقي الشهادات والشهود للتحقق من دخول هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، ويبدأ عمل الهيئة عادة من قبيل مغرب يوم 29 الذي هو يوم غد إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، أما بخصوص يعني العمل الذي يعني الإجراءات المتبعة، يعني كما هو معروف فإن ثبوت شهر رمضان يكون بالشهود، بقوله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. ويثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين، إما برؤية هلال شهر رمضان في ليلة 30 من شهر شعبان، أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما إذا لم يرى الهلال، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ف
فإن غم عليكم أو فإن غبي عليكم، بمعنى خفي عليكم. نعم. بسبب مثلا غيم أو بسبب غيوم أو بسبب غبار أو غيره، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فنحن نترقب إن شاء الله غدا أو بعد غد إن شاء الله بحسب ما يتبين من رؤية الهلال أو عدم رؤيته، نترقب هذا الشهر الفضيل لأن نستغله في الخير ونستغله في التقارب ونستغله في التسامح. نعم. والتصالح فيما بين الجميع، وأن نستغلكم كما تفضلتي في بداية الحديث، يعني أن نقبل على القرآن وأن نقبل على العبادات وأن نقبل ونوثق العلاقة فيما بين أفراد الأسرة الواحدة، وأن نستغله الاستغلال الأمثل مع الحفاظ. نعم. على الشرائط والشروط والتقيد بالأمور الاحترازية حتى يبعد الله تبارك وتعالى عنا وعنكم وعن المسلمين. آمين. وعن الناس أجمعين. آمين. هذا البلاء وهذا الوباء إن شاء الله تبارك آمين وتعالى. آمين يا رب. فضيلة الشيخ الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح، وكيل محكمة التمييز، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. مشاهدينا، هذه الأزمة يعني ما فرقت بين رجل أو امرأة، بين صغير وكبير، الكل شارك في مكافحة الفيروس، والهدف واحد طبعا، هو حب هذا الوطن الغالي. مشاهدينا، أيضا من ضمن المبادرات اللي انتشرت هي مبادرة من أجلكم، وهي رسالة لاكتشاف مواهب الأطفال أثناء فترة الحجر المنزلي. المبادرة عبارة عن فيديو يعطي أفكار مختلفة لاستثمار وقت الأطفال بشكل اللي ينفعهم وبمشاركة أولياء أمورهم. خلونا نتابع هذا الفيديو. من أجلهم، ما أجمل صورة العائلة مجتمعة. لعل فيروس كورونا لم يأتي ليهلكنا، لعله أتى ليلم شملنا، لعله أتى ليعيدنا إلى بساطة الحياة وطبيعتها. شكرا ماما. شكرا بابا. شكرا يما. من أجلهم. عودة لكم الجديد مشاهدينا. سابقة تاريخية نقلتها لنا وسائل الإعلام، وهي انهيار سعر النفط الأمريكي، لأن يعني لم يهبط لمثل هذا المستوى من أكثر من عقدين، ومثل هذه الخسارة قد تؤثر على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. راح نتعرف أكثر مع ضيفنا عبر سكايب من المملكة العربية السعودية، المحلل الاقتصادي، عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية، الأستاذ عبد الله الربدي. مساك الله بالخير أستاذ. مساك الله بالنور والرضا، يا هلا والله سهلا. أهلا وسهلا فيك أستاذ. في البداية، شنو يعني تحليلك للأوضاع الاقتصادية الحالية اللي يعني تعيشها أمريكا في يعني انهيار النفط اللي شاهدناه بالأمس؟ بالفعل أمس صار حدث يعني تاريخي، واحتمال يتكرر أو لا يتكرر يعني أمره يعني ما زال فيه يعني جدال، لكن اللي حدث بالأمس هو باختصار هنالك نوع من أنواع النفط، ما يسمى بالنفط الأمريكي والنفط نايمكس. هذا النفط يتداول على نطاق ضيق وله استخدامات محدودة
داخل الولايات المتحدة وله سوق داخل الولايات المتحدة وينتج داخل الولايات المتحدة. نعم. هذا النفط يتداول بطريقة العقود، ليس البيع الفوري، يتداول بطريقة العقود. معنى ذلك أنه هنالك عقد في كمية محدودة 1000 برميل لكل عقد، وهذا العقد له تاريخ استلام له تاريخ استحقاق. نعم. فكان اللي حدث في الأمس كان هذا العقد له تاريخ استحقاق انتهاء كان في الأمس، والتسليم راح يكون في شهر 5. نعم. بالتالي جميع من كان يعمل في هذه العقود ليسوا كلهم يعني ناس مستفيدين بشكل نهائي من النفط، يعني أغلبهم كانوا مضاربين. نعم. والمضاربين هذولا كانوا يعني خلينا نقول عديمي الخبرة، يعني أول مرة تمر عليهم الحالة هذه، فكانوا لا يعلمون وش التبعات إنه يكون عندك عقد، معناه إنه يكون عندك التزام باستلام النفط في حال إنك ما بعته لواحد آخر. وش اللي صار؟ إنه اكتشفوا في آخر يوم أو آخر يومين إنه هذا العقد إلزامي بالنسبة لهم، فبالتالي أصبح وهم طبعًا مضاربين، يعني ما عندهم مكان أساسًا إنه يأخذ النفط هذا، أصبحوا يضاربون على أساس بيعه. طيب إذا كان هذا اللي حصل، طيب ليه وش اللي يخليه النفط ينزل إلى الصفر، وبعد ذلك صار في تداولات نزل إلى حوالي 32 دولار ناقص. وش معنى ناقص؟ معنى أنه البائع يدفع للمشتري فلوس غير أنه أعطاه العقد والنفط أعطاه كذلك فوق مبلغ. اللي حصل طبعاً أنه النفط هذا لا يوجد له مكان للتخزين. ليش ما يوجد له مكان للتخزين؟ لأنه تقريباً المصادر التخزين لهذا النفط بالذات داخل الولايات المتحدة ممتلئة، وسبب امتلاء طبعاً هو ضعف الطلب اللي حصل بسبب فيروس كورونا اللي عطل النشاط الاقتصادي، من ضمنها حركة النقل اللي تستهلك كثير من النفط، فبالتالي أصبح عندنا امتلاء بالخزانات. هذول المضاربين لما جاءوا يحاولون يصرفونه ما لقى أحد يصرفون عليه، فبالتالي هو عنده مشكلة كبيرة. إذا احتفظ بالعقد واستلمه حيواجه مشكلة في تخزينه وتكاليف عالية. نعم. يومياً وتصريف ونقله، فأصبح يطلب يقول أنا اللي يشتري مني حاعطيه فلوس مقابل. نعم. إنه يأخذ مني النفط هذا. نعم. وبالتالي بس اسمح لي أستاذ عبد الله، إذا ممكن بس اسمح لي بشكل سريع، لأن قبل ما نختم بس في سؤال يمكن مهم إحنا نبي نعرف، يعني هل دول الخليج راح تتأثر إيه أو لا بشكل سريع؟ الله يعافيك. سؤال ممتاز. طبعا هذا النفط ما له علاقة بنفط الخليج. نعم. النفط الخليج يعتمد على إما نفط برنت. نعم. أو نفط دبي أو نفط عمان، لكن هذا اللي حصل ما هو معناه انه النفط الخليج ما راح يتاثر. راح يتاثر لانه كل البيئه حقت النفط تاثرت بالاخبار السلبيه بسبب الضغط بالاسعار، فبالتالي احنا شفنا برنت اليوم نازل تحت ال20 دولار، وهو اللي يعتمد عليه في بعض الاماكن لبيع النفط السعودي او غيره نفط الخليج. نعم. اشكرك جزيل الشكر للاستاذ عبد الله الربدي المحلل الاقتصادي من المملكه العربيه السعوديه، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، العديد من الجمعيات خلال الفترة الاستثنائية الحالية تطلق المبادرات الإنسانية والتطوعية رغبة منها في المشاركة المجتمعية مع جهود الحكومة في مكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا. سلطنا الضوء على يعني الكثير منها، واليوم راح نتطرق لمبادرة الجمعية البحرينية لتنمية المرأة. معي في الاستوديو الأستاذة خديجة السيد رئيس الجمعية البحرينية لتنمية المرأة، والأستاذة نادية سيادي نائب رئيس لجنة المبادرات والتطوير بالجمعية. مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم. مساء الخير. في البدايه يعني لو نتكلم عن يعني فكره هذه المبادره، وابتدي معك استاذه خديجه. طبعا فكره المبادره انطلقت من المسؤوليه الوطنيه لنا كمؤسسات مجتمع المدني. فاحنا نعمل في مملكه فيها قياده حكيمه ملهمه محفزه، توجيهات جلالة الملك التي ترجمت إلى واقع عملي من خلال فريق البحرين. نعم. بقيادة ولي العهد سيدة البحرين الأولى الأميرة سبيكة، استشعارها لاحتياجات المرأة منذ بداية الأزمة. نعم. البحرين نموذج للعطاء الإنساني، وهذه شفناه في المبادرات، سواء كانت في مبادرات في النخير وأيضا متكاتفين المجلس الأعلى للمرأة. الشعب الواعي اللي أصبح هو ماذا؟ نموذج بين كل الأمم. كل هذه النعم. نعم. اللي في مملكة البحرين تعطينا المسؤولية إحنا كمؤسسات مجتمع المدني، إحنا جزء لا يتجزأ من هذه الـ يعني المنظومة، وإحنا نجد أنفسنا في الصف الأول. فمن بداية الأزمة شكلنا فريق للأزمات،
وحددنا لنا طرحنا عن أنفسنا يعني شنو بيكون دورنا في هذه المرحلة، فسخرنا كافة إمكانات الجمعية بمراكزها بمشاريعها مبادراتها بحيث أن احنا نكون داعمين لكل يعني الجهود الوطنية. نعم. لفريق البحرين وإحنا معاهم نتكامل في الأدوار. نعم، بس أنا استأذنكم ضيوفي بنطلع فاصل قصير وبنرجع نكمل معاكم بقية محاورنا. مشاهدينا فاصل وبنرجع نكمل معاكم. عودة لكم من جديد مشاهدينا، وواصل الحديث معكم وانتقل لك استاذة نادية. طبعا لو نتكلم عن البرامج اللي تندرج تحت هذه المبادرة، طبعا قبل ما اعطيك ملخص سريع باهم البرامج اللي تقع تحت مظلة المبادرة اللي هي مبادرة كلنا صف واحد، احب بس اكد ان اساسا فكرة المبادرة يعني ما جاءت بحظ الصدفة، وانما جاءت وفق تخطيط منهجي بدينا بطرح الافكار بدراسة الافكار بحسب الواقع والاحتياجات، ومن ثم انتقلنا إلى التنفيذ تشكيل الفريق إلى ما وصلنا إلى حاليا نحن في مرحلة تقييم، خلينا نقول مرحلة إلى ما ننتهي بالتقييم العام أو التقييم النهائي. طبعا المبادرة هي أساسا نظمناها وفق تنظيم أيضا إداري أو خلينا نقول خريطة ذهنية يقع تحت مظلة حملة سهم لبيه وطن. تحت هذه السهام أو الحملة هذه أيضا تندرج مجموعة من المشاريع أو مجموعة من الأنشطة أحب أن أذكرها أيضا على بشكل سريع. عندنا اللي هي توفير صناديق الخبز، وهي فكرة يمكن إحنا يعني خلينا نقول مبتكرة بحيث أن هي نوفر الخبز للعمالة المتضررة في 6 مناطق موجودة في منطقة في من مناطق البحرين، بالإضافة إلى توفير السلال. طبعا السهم هذه هو معتمد على تجميع التبرعات من أصحاب الأيادي البيضاء والمحبين للدعم والمساندة والصدقة، فأعدنا استثماره بحيث أن احنا نساعد في المتضررين من النساء من العمالة من كبار المواطنين المحتاجين. هاي بالنسبة حق سهم لبيه وطن. أيضا عندنا اللي هي حملة أو الجزء الثاني اللي هي حملة البحرين هاشتاج البحرين بيتك، وهذه الحملة أيضا تندرج تحت مجموعة من الأنشطة والبرامج. أهم هذه الأنشطة والبرامج طبعا عندنا هي الرسائل أو الجانب التوعوي. احنا وجهنا مجموعة من الرسائل التوعوية المصورة المسموعة أيضا المقروءة من خلال حساب الجمعية البحرينية لتنمية المرأة، بحيث هاي الرسائل تبث الأمل الطمأنينة تكون داعم نفسي أيضا للمتابعين، بالإضافة إلى هناك استشارات مجانية يقدمها مركز ود للاستشارات الأسرية من باب دعم الأسر والاستقرار الأسري، بالإضافة إلى حملة مابنسكت أو إشراقات. هناك أيضا جانب أو مشروع اللي هو دعم الأسر المنتجة، خصوصا المشاريع البيتية للنساء اللي ممكن ما يكون عندهم حسابات إنستغرام أو محتاجين إلى ترويج من هذه مثل هذه المشاريع من باب الدعم، بالإضافة إلى هناك زيارات ميدانية لكبار المواطنين، وهذه خدمة كانت سابقا الجمعية تقدمها لكبار المواطنين، حبينا أن هي هالخدمة تكون أو نواصلها بحيث أن ينزلون لهم ميدانيا طبعا وفق الإرشادات والاحترازات، بحيث أن يقدمون لهم الرعاية أو الدعم النفسي والرعاية الصحية. فهذه بشكل عام يعني أهم المشاريع والبرامج اللي تدرس. طيب إحنا يعني نبي أيضا نلقي الضوء على يعني المجهود اللي أنتم تبذلونه في الجمعية، فيعني سمحوا لي بنشوف هذه التقرير ويا بعض ويا السادة المشاهدين وبنرجع نكمل معاكم. مشاهدينا خلنا نشوف مع بعض هذا التقرير. وقت التكاتف والتعاون عشان البحرين وعلشان صحة كلنا صف واحد من أجل البحرين.
كلنا صف واحد من أجل مملكتنا الحبيب البحرين. كلنا صف واحد من أجل البحرين، وبحرين تستاهل. تكاتفنا نعمل من أجل البحرين، بحريننا غالية علينا وتستاهل منا كل العمل اللي نبذله. شاهدين نواصل معاكم بقية محاورنا مع ضيوفي في الاستوديو، وانتقل للأستاذة خديجة. طبعا يعني من خلال حديثكم يعني اللي قدمتوه حجم المبادرة كبير، وهناك أيضا في الكثير من البرامج مثل ما ذكرت أستاذة نادية النرج تحت يعني هذه المبادرة، في كأن حملات يعني فرعية. أعتقد أنه مثل ما ذكرت هذه الحملة أو هذه يمكن المبادرة يعني ما جت بشكل عشوائي، وإنما بخطة مدروسة، ولابد أيضا أن هناك في أهداف لها، فخلنا نتكلم عن أهداف هذه المبادرة. طبعا هي جاءت المبادرة وإحنا دائما حاطين أن إحنا ندعم كل الجهود الوطنية التي قامت في البرامج اللي تفضلت فيها أختي نادية، سواء كانت للعمالة، وذي فكرنا من هم الفئات المتضررة. نعم. الدولة قايمة بدورها، بس احنا بعد نقدر في محيطنا بحدود إمكانياتنا نقدم الدعم للعمالة المتضررة. أخذنا فيها البعد الإنساني، شلون احنا ممكن يعني دائما جلالة الملك يؤكد على قيم التسامح والتعايش الإنساني اللي البحرين فيه مضرب مثل بين الأمم. نعم. شلون ممكن هذه القيم ذي نخليها منتشرة في الفرجان؟ حلو. ففكرنا ان احنا ليش اختارين الخباز واختارين الخضار؟ نعم. في بعد قيمي، شلون نعزز اللي هو روح التسامح والقيم؟ الخباز والخضار اتفقنا معاهم ان احنا نقدم سلال خضرة وفق يعني كل اثنين وخميس في مناطق يقطنها المقيمين العمالة والمواطنين. ممتاز. الخباز يرتاد الطفل، يرتاد الكبير، يرتاد الصغير، فلما يشوف في امامه صندوق وهذا الصندوق ان الانسان اللي العامل ياخذ يعني خبزة مجانا، هذه شجع حتى الحي يعني اللي انهم يساهمون ايضا. صحيح. في هذا الصندوق. وايضا لما يروح الـ 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 العامل الى محل الخضرة ويشوف له صندوق خاص انه يقدر يستلم يعني مثل ما نقول خضرته اليومية. هذه يعكس مدى احنا كدولة غرست فينا هذه القيم ان احنا مسؤولين، مثل ما مسؤولين عن عيالنا، مثل ما مسؤولين على سلامتنا، بعد ان احنا نتواصل معهم. الحمد لله رب العالمين هالبحرين نموذج في هذا الجانب. صحيح. الامر الاخر احنا فكرنا الفئة الثانية اللي احنا مسؤولين عنها كون احنا كجمعية نشرف اداريا على نادي كبار السن اللي هو نادي درة الرفاع. فحطينا التارجت لنا الكبار السن، لا قدر الله إذا ساءت الظروف، الحمد لله احنا البحرين أمورنا يعني مطمئنة، شلون ممكن احنا هال 240 منتسب نحفظ سلامتهم؟ شلون الحين بما ان لبينا الاوامر ان احنا تغلق هذه، شلون الخدمه الصحيه، الرعايه الصحيه؟ فوفرنا الرعايه اللي كانت تقدم لهم في النادي تقدم لهم وفق الشروط وفق الامور في المنزل. فالممرضه مع الاداريات في النادي عندهم جدولة يومية يزورون المسن أو يعني كبار المواطنين في بيوتهم يطمنون على صحتهم. عززنا التواصل
مع هذه الفئة من خلال لجان استشارية، احنا كمجلس إدارة الجمعية على تواصل معاهم. نعم. إلى جانب يمكن العطون يعني كبار المواطنين المنتسبين وبالذات يعني العنصر النساء أمهاتنا في النادي، هذه قصة نجاح تعتبر. احنا عندنا مشغل في الجمعية، فدائما انت كمؤسسة شلون تولد حلول ابتكارية وتساند دولتك. صحيح. فقلنا العمالة يعني شلون نوفر لها كمامات بجودة عالية من خلال الجمعية. ممكن. على طول بادرة اللي عندها مهارة الخياطة والتفصيل من أمهاتنا بشكل يومي، فحولنا مشغل الجمعية إلى مصنع صغير. يعني يمكن الأسبوع الماضي وزعنا 1000 يعني كمامة وبجودة عالية ووفق يعني اختبرناها، وما شاء الله مستمرين سواء في البيت أو في طبعا رعينا التباعد الاجتماعي في المشغل، فبشكل يومي معدل الإنتاج عندهم 100 كمامة. أنا ما أقيسها بالكم، لكن لما يكون عندك براند بحريني أصيل. صحيح. من أيادي أمهاتنا. نعم. يعني كم كبيرة هي المرأة البحرينية، يعني ما تتخيلين إحنا لما ندخل ونشوفهم هم تحسين أنت صغيرة أمام هذه المرأة العظيمة. نعم. المرأة البحرينية ما زالت تعطي. صحيح. و24 ساعة أونلاين معانا، ترى فكرنا نغير بهالطريقة كذي يكون أفضل. فهذه الروح. صحيح. الموجودة. صحيح. إلى جانب إحنا عندنا مركز ود للاستشارات الأسرية، من بداية الأزمة سخرناه أن تكون في استشارات متخصصة. نعم. بيعني طبيعة الحملة. طبعا احنا الحمد لله شعب البحرين شعب واعي ولبى التوجيهات. صحيح. وكلنا يعني في البيت. وانا طيب. اعتقد ان المبادرة هي يعني فعلا كل التفاصيل اللي ذكرتوها هي فعلا احنا صف واحد. صح، كلنا صف واحد. ويعني انا احييكم صراحة على كل الجهود اللي يعني شفناه في التقرير وكذلك اللي ذكرتوه من البرامج ايضا اللي يعني قمتوا بتقديمها. هذه البحرين يعني استاذة يعني البحريني عارف متى يكون في موقعه، وما يطلب احد انه يعني او ما ينتظر احد انه يطلب منه، بالعكس هو ياخذ زمام الامور وهو اللي دائما يعني ياخذ المبادره هذه. مثل ما يعني تفضلت يعني حتى احنا في الجانب الاعلامي تعرفين في بدايه الازمه الواتسابات والاشياء حرصنا أن لا بد تكون رسائل إيجابية مطمئنة في المجتمع. ممتاز. فما شاء الله بادروا من الاستشاريين من التربويات المختصين، تحولت الجمعية كأنها استوديو يعني. نعم. للمختصين. إلى جانب إحنا أي نعم قاعدين في هذه المرحلة نقدم الخدمة، نظرنا إلى المرأة التي تضررت. فعندنا مثلا دعم للفئات النساء اللي يعملون مثلا في الرياض، الأطفال اللي ما تنطبق عليهم يعني غير مؤمنات ما تنطبق عليهم، هذه لهم طبعا دعم. في فرق يعني جمعت لنا ديتا وإن شاء الله بكرة راح يصل لهم الدعم. ممتاز. طبعا دائما الأزمة تخلينا نستفيد، هناك دروس مستفادة. مستحيل احنا بنرجع مثل ما كنا. نعم. احنا انفسنا في هذه الحملة. صحيح. واحنا نحط الافكار وذي كانت في دروس مستفادة. لا شك. فلذلك خذنا على عاتقنا دائما الابتكار القادة. نعم. لابد ان يكونوا مسؤولين في هذه. لا شك. فبيكون. نعم. ان شاء الله باذن الله من الاسبوع القادم دورة حق مؤسسات المجتمع المدني قيادة الابتكار. ممتاز. في وقت الأزمات. ممتاز. هذه مخصصة للجمعيات النسائية واللجان النسائية راح تكون. نعم. في شهر رمضان. نعم. إن شاء الله. أنا بس عشان الوقت قاعد يداركنا يعني أستاذة نادية، يعني حجم هذه المبادرة والبرامج الموجودة يمكن أنتم شفتوا يعني ردود أفعال الناس، تبي يعني توضحين للسادة المشاهدين عن حجم التفاعل اللي لقيتوا في هذه المبادرة؟ طبعا إحنا من بداية ما أطلقنا سهم لبيه وطن وهو جمع تبرعات لإعادة استثمارها في يعني الأعمال الخيرية ودعم العمالة والمتضررين، أمانة كان في تفاعل جدا يعني جميل، الكل كان حاب أنه يساهم. يمكن حتى في بعض المشاهد إحنا شاهدناها في يمكن ذكرنا هو مشروع الخباز أو صناديق الخبز. وإحنا نروح نتابع المشروع هذه أو الفكرة
ونتنقل بين نقطة إلى أخرى، كنا نشوف حتى الجمهور أساساً، يعني حتى الأطفال نفسهم أولياء أمورهم ربات البيوت كانوا لما يمرون على الشارع ويشوفون مثلاً صندوق موجود كانوا يعني يبادرون بروحهم ويساهمون في وضع يعني مجموعة من الخبز في هاي الصندوق، بس من باب أنه هو الدعم والمساندة، لأن عندهم فعلاً حب المسؤولية وحاسين بأهمية دورهم هما كمواطنين في ظل هذه الأزمة. سادة خديجة، يعني قبل ما نختم بشكل سريع، نظرتكم المستقبلية أو شنو هي استعداداتكم المستقبلية من بعد يعني ما اللي قدمتوه من المبادرات والبرامج؟ أن لابد أن أي كل جميع المؤسسات كلنا إحنا حتى كأفراد نعيد ترتيب أولوياتنا، فلذلك راح حطينا في أن بنمشي على منهجية أن نبدأ أن إحنا كمؤسسات مجتمع مدني نراجع نجود من خدماتنا، أن في تواصلنا مع الجمهور نراجع مشاريعنا. كل هذه التجربة بالعكس أنا أعتبرها يعني درس، والذكي اللي هو يعني مثل ما قلت يستفيد من هذا الدرس. في مشهد آخر كمؤسسات مجتمع مدني ضروري فتح الباب للمتطوعين، وإحنا البحرين ما شاء الله من خلال منصة التطوع. في مشهد يمكن ما ذكرنا أمانة علينا، فئة المتطوعين اللي يجون من مختلف مناطق البحرين ما شاء الله. يعني صراحة التزامهم بالوقت تحفيزهم لنا، هم شجعونا ان نتوسع في النقاط. يعني هذه الشباب الشاب البحريني يعني ما شاء الله من بنات واولاد، يعني نرفع لهم الـ 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 القبعه، يتحركون معانا في الحمله اللي اطلقناها الاسبوع الماضي مستمرين معانا، وبكره بعد ان شاء الله يوم الخميس بيتوزعون بين النقاط. انا اشكركم على وجودكم معانا الساده خديجه السيد والساده ناديه سيادي، كل الشكر لكم على هذه الجهود المبذوله، اشكركم على المبادرة الوطنية، وأشكركم كذلك على اهتمامكم يعني بأبناء البلد، وهذه هو معدن أهل البحرين. شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا وصلنا معكم لختام حلقة اليوم، نلقاكم بكرة إن شاء الله في نفس الموعد، في أمان الله.